في انواع فاكهه غريبه بقت موجوده دلوقتي في السوق، زي فاكهه مثلا اسمها شيكو. الفاكهه دي هي نوع من انواع الفواكه الاستوائيه الغنيه بالفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها الجسم، وبتدخل هذه الفاكهه ايضا في صناعه عدد كبير من الادويه وبتعالج امراض كتيره. صحيح مصطفى، شيكو كمان انتشرت، او فاكهه شيكو انتشرت في العالم، لكن موطنها الاصلي في المكسيك وامريكا الوسطى. في فاكهة اسمها شيكو، هي نوع من أنواع الفاكهة الاستوائية الغنية بالفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها الجسم، وبتدخل في صناعة الأدوية وبتعالج أمراض كتير. انتشرت الثمرة دي في العالم وفي مصر، لكن موطنها الأصلي المكسيك وأمريكا الوسطى. بتعتبر فاكهة شيكو من أشهر أنواع الفاكهة الاستوائية الموجودة في جزر الكاريبي، وده لأنها مكونة من لب ناعم بيحتوي على سكريات بسيطة زي السكروز والفركتوز. انتشرت زراعتها في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً كمان إنها من الفواكه الغنية بمركب بيعالج الالتهابات والجراثيم. الفاكهة دي كمان بتعتبر علاج طبيعي قوي للالتهابات ومضادة للأكسدة، وبتساعد في علاج بعض الحالات زي التهاب المعدة والتهاب المريء واضطرابات الأمعاء. كمان بتعالج القلق والتوتر، وبتحتوي على كمية كافية من فيتامين سي بتخفف من آثار الإجهاد وعلاج نزلات البرد. فاكهة شيكو بتحتوي أيضاً على فيتامين بيساعد على تعزيز الجهاز المناعي لمكافحة عوامل العدوى والحد من خطر الإصابة بالتهاب الرئة، وأيضاً إنقاص الوزن، وده لأنها واحدة من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية اللي بتساعد على سد الشهية والحد من الرغبة في تناول المزيد من الكربوهيدرات وتقليل تخزين الدهون. بتتزرع الثمرة دي في شتلات على مسافة من 6 ل 14 متر، وبتبدأ شجرة الشيكو في إنبات الثمار بعد 6 ل 10 سنين عن طريق التطعيم اليدوي.